بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن نباتات أكلة اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن نباتات أكلة اللحوم. من بين كل النباتات الموجودة في العالم، مين فينا كان بيتصور إن في نباتات أكلة اللحوم؟ نباتات كثيرة لها القدرة على نصب الأفخاخ واحتباس الفرائس من الحشرات والعناكب وغيرها، وتمتلك القدرة على هضم الفرائس والحصول على العناصر الغذائية اللازمة اللي هي محتاجة ليها عن طريق العصارات الهضمية اللي بتفرزها عشان تحلل الفريسة. والعالم في أكتر من 600 فصيل من النباتات أكلة اللحوم، والتي تنمو غالبا في التربة المفتقدة للعناصر الغذائية اللازمة زي النيتروجين، عشان كده بتضطر للتكيف مع الوضع والوصول إلى العناصر الغذائية عن طريق الحشرات. أول نبتة معانا النهاردة وهي الندية. هي أكتر نوع انتشارا ذات الأوراق الدائرية، ويتراوح طولها من 50 سنتي لحد متر، ممكن تعيش 50 سنة. يمتاز النوع ده بشعيرات تفرز سائل من قطرات مثل قطرات الندى، وذلك يجذب الحشرات. ومعانا أيضا كمان حمول الماء من النباتات أكلة اللحوم، ويتواجد منه حوالي 220 نوع، وينمو النوع ده في المياه العذبة ذات التربة الرطبة، وتكون موجودة على سطح الماء مباشرة بألوانها الصفراء والأرجوانية. والنوع الثاني من النباتات يتواجد في جميع أنحاء العالم ما عدا القطب الجنوبي. وطريقة الصيد النوع ده من النباتات، فهو يستخدم أكياس شبه الدورق لاحتباس الفرائس، ومعظم النباتات أكلة اللحوم يكون لها أفخاخ صغيرة للحصول على فرائسها. نبتة صائد الحشرات يتواجد منها أكتر من 100 نوع في العالم، وأغلب أماكن تواجدها هي أمريكا وأوروبا وآسيا. والنبتة لها لون أخضر فاتح، ولها لونها وأزهرها المميزة الوردي، تنمو على سقنها الطويلة، ويمتلك نوعين من الأفخاخ والتي عن طريقها يستطيع الحصول على الفريسة، وبذلك يحصل على العناصر الغذائية المحتاج ليها. وواحدة من أندر نباتات أكلة اللحوم وهي نبات الكوبرا. تنمو في الأماكن المستنقعية، وموطنها الأصلي هي قارة أمريكا الشمالية، ويوصل لارتفاعها إلى 120 سنتي. والسبب في التسمية هي شكلها المنحني المجوف اللي على شكل وعاء، واتنين من الأوراق المدببة المعلقة في نهايته وينتهي إلى الجهاز الهضمي. قوس قزح من أندر نباتات أكلة اللحوم، تنمو في قارة استراليا، وسبب التسمية هو مظهر الأغشية الهلامية الجذابة تحت أشعة الشمس. وبالرغم من التشابه اللي بينها وبين الندية، لكن ملهاش أي صلة بيها، وسهلة جدا التميز بينهم. نبات الجرة، موجود من نبات الجرة ما يقرب من 150 نوع مختلف، وتنمو غالبا في الهند والصين ومدغشقر واستراليا، ويمكن التعرف عليها اسمها أكواب القردة، لأن القردة بتشرب من الماء الموجود داخل النبتة. والنباتات أكلة اللحوم بتغير في شكلها عشان تساعد نفسها لاصطياد الفرائس، ونبتة الجرة بتغير شكلها وأوراقها على شكل جرة ليها غطاء، بحيث أنها تسمح بدخول الحشرات والوقوع في السائل الموجود فيها. وأشهر النباتات أكلة اللحوم على الإطلاق هو مصيدة فينوس، والمعروف أيضا باسم خناق الذباب، وتنمو في المستنقعات في السواحل الشرقية من الولايات المتحدة، وتتغذى على الحشرات الصغيرة زي النحل والذباب عن طريق أنها تمسكها من أوراقها وتقتلها تقدمها، ويكون عن طريق تجمع 7 من النباتات أو أكثر محيطة بساق مركزية تتميز بقدرتها الفائقة على الحركة، وتشبه في شكلها المصيدة أو الفم اللي بها أسنان طويلة وحادة، وهي عبارة عن ورقتين لونهم أخضر، في كل ورقة عدد من الشعيرات لونها أصفر أو أحمر على شكل إبر أو أشواك. وتعتمد بعض الأنواع منها على إفراز مواد سامة. من معانا نبات الأبريق والمعروف نبات البوق، تتشكل أوراقه على شكل جرة أو أبريق، وليها غطاء شمعي بيحمي الجرة من ماء المطر، ويعمل على جذب الحشرات لغدد الرحيق الموجودة أسفل الجرة، ويعتمد على اللون والريحة لجذب الفرائس ليها. وضيف على ذلك أن الحافة بتاعتها ملساء، والجزء الداخلي أملس كمان، مش بيدي الحشرة فرصة أنها تقف تنزلق في السائل الموجود في الداخل وتم عملية الهضم. معانا كمان نبتة الساقية المائية، وتصطاد فرائسها بطريقة مشابهة جدا لنبات مصيدة فينوس،
والنبتة بتمتلك فصين يشتغلوا مع بعض تحت الماء، وشعيرات حساسة جدا بمفردها ما تحس بأي فريسة تقبض عليها بسرعة، وبعد ما يتم القبض على الفريسة تأخذ كل المواد الغذائية المحتاجة ليها وأغلب الفرائس اللي بتتغذى على اللافقاريات، وهي من النباتات التي تتغذى على اللافقاريات. ودي كانت معلومتنا النهاردة عن النباتات أكلة اللحوم، وأتمنى أن تنال الفيديوهات إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.